الهجوميه الاول، وبعد كده قبل ما ناخد الحالات الدفاعيه الخاصه بالنادي الاهلي هنقرا بعض الاجابات اللي جايه لحضراتكم من على تويتر او على الفيسبوك. اتفضل. طيب يا كابتن اسلام، احنا في الحلقه السابقه يا كابتن اسلام كنا بنتكلم على ايه الطريقه الافضل تفتكر ان النادي الاهلي يلعب بيها، واختلفنا في حته 4 2 3 1 و 3 4 3، ونعمل فلاش باك كده ليه احنا بقالنا 3 مباريات النادي الاهلي بيستقبل اهداف. استقبلنا قدام سان داونز، واستقبلنا قدام فاركو، واستقبلنا قدام المريخ السوداني، ولكن ليس بهدف ولكن بهدفين. موسيماني السنه اللي فاتت كان بيعتمد على 4 2 3 1، وكان بعض المباريات القليله قوي استخدم 4 3 3 وما غيرش، هم ادوا الاثنين اللي كانوا متاحين له. جه في الصيف عمل مجموعه وتشكيله من الصفقات الجديده، وهختص خصوصا فيها وجود بيرسي تاو ودخول بيرسي تاو على التشكيل. لما بيرسي تاو دخل وكمان في وجود بدر بانون واكرم توفيق، بدل يعدل الخطه ل 3 4 3، وال 3 4 3 لو نفتكر كانت بتدينا اريحيه في الشكل الدفاعي. طيب ليه النادي الاهلي في 4 2 3 1 عندنا فيها مشكله؟ لان طيران علي معلول وطيران محمد هاني خالق مساحه وراهم، بنشوف دايما الفرق اللي بتلعبنا بيستغلوها بشكل كبير. فكره كابتن اسلام ان المساحات دي في طريق 3 4 3 مش هتبقى موجوده، ولكن هي المساله مع عمليه توازن. انا عشان اختار العب ب 4 2 3 1 يجب ان انا اقتل المباراه تماما في بدايتها، زي ما شفنا قدام فاركو، زي ما شفنا قدام المريخ نفسه لما خلي بالك من المفترض ان ده اللي حصل. صحيح، ولكن احنا دلوقتي كنا 2-0 وجت كوره لمحمد شريف اللي هو لعبها فيرست تايم، والكوره دي ضاعت، الكوره ارتدت هدف لنادي المريخ، والمريخ فعلا بيلعب كوره حلوه على الارض. يعني لي كلارك المدير الفني الانجليزي فعلا عامل شغل مختلف مع الفريق، والفريق ده مش هو اللي احنا واجهناه السنه اللي فاتت. الفرقه اللي شادت لا لا خالص الفرقه دي مختلفه، فرقه بتلعب كوره حلوه، وكمان فعلا كانوا دارسيننا بشكل كويس ولعبوا واخترق الجبهات بتاعتنا ورا هاني ورا علي معلول. والهدفين هنتكلم عليهم نتيجه الحالات. اللي عايز اقوله ان احنا عندنا طبعا مباراه مهمه يوم الثلاث، وان شاء الله طبعا حسب التقرير اللي جايه والاخبار ان ايمن اشرف ان شاء الله يبقى موجود في قائمه الفريق يوم الثلاث. فانا في وجهه نظري كنت انا بحاول اعرضها من الحلقه اللي فاتت، ليه 3 4 3 مهمه؟ اهو خدوها قاعده، 3 4 3 طول ما الاهلي بيلعب بيها كم المحاولات اللي هتكون عليه من المنافسين قليله جدا، مش زي 4 2 3 1. 4 2 3 1 بتتطلب جهد. فضل. قبل بس ما تكمل هنا، لانه هنا بالنسبه لي انا كراجل اهلاوي ايوه خلاص، انا دلوقتي عايز اخلق التوازن ما بين 3 4 3 و 4 2 3 1. 4 2 لما بلعب 3 4 3 بيبقى عدد الهجمات اقل من الناحيه الهجوميه. لا دي الناحيه الثانيه. لما بلعب 4 او 3 4 3 بيبقى عدد الهجمات اللي انا بروح بيها اكيد على الفريق المنافس اقل. لا اقل بنسبه 40%، احنا حسبناها قبل كده 30-40%. وبالتالي انا كاهلاوي انا عايز ايه؟ انا عايز اعمل المعادله اللي انت بتقول عليها دي، صح، ان انا استحوذ ويبقى معايا الكوره وادافع كويس، نعم، واجيب اهداف، او اروح بنفس عدد الاهداف او بنفس عدد الهجمات اللي انا بروح بيها في العادي. نعم. ان انا لما العب 4 2 3 1 بروح مثلا ب 10 هجمات. أي. لما بلعب 3 4 3 بروح بخمسه او سته بس، سته. نعم. بست هجمات. وبالتالي انا كبقى راجل بحب الاهلي عايز ايه؟ عايز التوازن ده، اعمله ازاي؟ هنا هيبقى عندنا مشكله في التشكيل، لان احنا النهارده بنقول بنوظف الفورميشن والتكتيك على القائمه اللي معايا، مين طبعاً اللي يقدر ينفذ لي الافكار دي؟ 3 4 3 زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت مش هينفع نلعب بيها طالما ان بدر بانون وايمن اشرف واكرم توفيق مش دول مش موجودين. في خطوره انك تلعب بثلاثة ورا، حتى ايفن لو حمدي فتحي وياسر ابراهيم ومحمد امام يتحطوا مع بعض، ما ينفع، ما يقدرش يلعبها. وعشان كده في وجهه نظري بيتسو موسيماني في ربما في ماتش بيراميدز مع عوده ايمن اشرف هيرجع لثلاثه. ليه؟ لان هو بالنسبه له زي ما حضرتك مثلا تفضلت وقلت في ال 4 2 3 1 احنا خلقنا 10 فرص جبنا ثلاثه، لكن في احتمال كبير ان انا استقبل اهداف.
في 3 4 ايه؟ في 4 ايه؟ في 4 3 1 هستقبل اهداف. بس هي عدد الكرات اللي راحت عليا برضو اقل. ليه؟ في 4 2 3 1. لكن هي المشكله اللي حصلت في مباراه المريخ ان احنا رحنا او المريخ راح بثلاث كرات او ثلاث هجمات على النادي الاهلي، اربع هجمات جاب اثنين. ممكن هي دي وجهه نظري تناقض. طبعا هي دي القصه بالنسبه لي، او هي دي وجهه النظر ان انا لو ما كانش الاثنين دول جم فكانت هتبقى طبعا هي لو أيوة، لكن أيوة. انا اقصد هي دي اللي احنا بنفكر فيه. انا شايف ان 4 2 3 1 افضل لينا كلاعب كاستحواذ ككده، بس انت برضو انت مشكلتك في الماتشات ده كريم اسلوب الضغط بتاعك. الضغط بتاعك كان سيء جدا، عمل مساحات كبيره جدا في الفرقه. يعني الاهداف جايه نتيجه ايه؟ نتيجه غياب الضغط. اللعيبه من قدام يعني بيرسي تاو اصلا لسه بدنيا مش كامل، عبد القادر برضو دفاعيا مش كامل، فالضغط بتاعك قليل، بالتالي حصل مساحات كبيره بين الخطوط، وادى كمان ان علي معلول زي ما انت بتقول متقدم دايما، فالارتداد الدفاعي بتاعه قليل جدا طبعًا. فعبد المنعم بيضطر يرحل، فبيحصل فجوه طبعًا. ما بين عبد المنعم وما بين رامي ربيعه، فالناس شايفه لا ده رامي ربيعه، لا هو عمليه التنظيم الدفاعي بتاعنا احنا بنطبق مرحله الهجوم بس، لكن مرحله الارتداد او التحول من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه عندنا فيها مشكله. هي دي النقطه دي اللي محتاج موسيماني يراجع فيها. وانا هنا بسال سؤال، طب وجود هل غياب حمدي فتحي او عدم البدء بيه بيأثر بالشكل ده في طريقه، هل بعد كده لما العب 4 2 3 1 وجود حمدي فتحي بقى عامل زي الترسانه او العمود الفقري اللي بتضرب اي هجمه مرتده علينا سواء في المنتخب او في النادي الاهلي؟ ده السؤال، لان حمدي فتحي بصراحه في 4 2 3 1 حمدي فتحي بيديك امان، بيقفل الهجمه المرتده عكس ديانج. ديانج دايما بيبقى طاير قدام السوليه. يعني هوري لحضراتكم مثال، تعال نتفرج على جون المريخ الاولاني، بص عشان اوريك قصدي. بص الضغط فين هنا، الضغط ضعيف جدا، الضغط بص ديانج لسه رايح، فطبعا بيتضرب ظهره، ادي قفشه وادي السوليه، ديانج رايح، ده ديانج متقدم عكس وجود حمدي فتحي مثلا ورا بيعمل لك الحمايه بيقفل لك الهجمه. انا النقطه دي برضو، انا النقطه دي بالنسبه لي لا، انا شايف ان ديانج مش متاخر. انت بتقول ديانج متاخر، انا شايف بس هم لعبوا، عارف انا اللي متاخر مين؟ عبد القادر وبيرسي تاو ومجدي قفشه. ديانج بيقابل يا كابتن اسلام، هذا الثلاثي. صح. ما هو انا بعمل ايه المفروض في الحالات اللي زي دي؟ معلش هات لي اللقطه تاني لو سمحت. اللقطه دي فيها حد، مين اللي قدام؟ محمد شريف قدام. محمد شريف قدام وقفشه راجع لورا. من المفترض ان يكون هناك قائد في الناحيه. لو محمد شريف يعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ يضغط هيقف، لا ياخد 3 4 خطوات ورا، واول ما محمد شريف يبتدي يضغط لازم ديانج يستنى لما محمد شريف يضغط، عشان قفشه يجي يضغط الاول، عشان احمد عبد القادر يلم من الناحيه الثانيه ويخش جوه شويه، عشان بيرسي تاو ياخد الخطوتين ثلاثه لقدام عشان تقدر تقفل على مفاتيح اللعب. مفاتيح اللعب اللي انت، وده اللي عامل مساحه كبيره. هو ده اللي كان وجهه نظري ان ده اللي كان بيطلبه بيتسو موسيماني. صح، وده اللي عامل مساحه. يعني هنا ديانج اتقدم، وبالتالي هم لعبوا علينا في المساحات اللي ورا معلول وورا هاني والزون 14 اللي هي المساحه اللي ورا ثنائي الارتكاز. هي واضحه هنا ديانج اتقدم اهو، كمل اللعبه نكمل. طب معلش انا بس هي النقطه دي، معلش انا حاجه اقول لكم على بس على حاجه هنا. هو لو ديانج هنا ما عملش الضغط ده ووقف خطوتين ورا كده، يعني لو رجع خطوه لورا وقفشه هو اللي زاد، وقفشه هو اللي زاد، وقفشه هو اللي عمل، وشريف هو اللي حصل، وشريف هو اللي يبدا الضغط زي ما هو. ما هي مشكله ضغط، ما هو ده انا بدات كلامي ان هي مشكله الضغط بتاعنا هو اللي مأثر علينا. الضغط بتاعك، اسلوب الضغط والتحول من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه ده اللي عامل المشاكل. نكمل، هات بس الصوره اللي بعدها. اصل احنا ما بنلعبش بلاي ستيشن، خلي بالك اللي هو ده حقيقي، لا ولكن ده ترتيب منطقي للضغط لو انت عايز تعمله بطريقه صحيحه. صح. لكن اصل الناس تقول لك ايه، ما اصل احنا يا جماعه ما بنلعبش بلاي ستيشن، ان انا هقول الاقرب هو اللي بيضغط اللي هو المهاجم كدا. بعد كده صانع الالعاب. هنا بص يا كابتن اسلام، الاربعه اتضربوا، وطبعا مين اللي واقف ورا في الزون 14؟ ادي السوليه بيحاول يغطي ديانج، قفشه بيرجع لورا، المساحه وراهم دي الزون اللي هي المساحه اللي ورا ثنائي الارتكاز. هم لعبوا على المساحه دي. طب تعالى بص المسافه ما بين، احسب كده المسافه ما بين محمد شريف وما بين خط الدفاع قد ايه، يعني نحسبها كده على الهواء. المسافه هتلاقي كبيره جدا، ادي المسافه اهي 30 متر، يعني 31 متر بس، برضه اتضربوا في المساحه اللي في ظهره ورا ثنائي الارتكاز بسبب وجود مساحات كبيره. الضغط بتاعنا ما كانش احسن حاجه في طريقه 4 2 3 1، وبالتالي انت اتضربت. هنا برضه هنا بنكشف حمدي فتحي. حمدي فتحي لو موجود يقفل لك الحته دي اكتر، عكس ديانج دايما طايل لقدام، السوليه دايما طايل لقدام. سؤال يا ثابت، لما انت هتلاعب حمدي فتحي هتضطر تستغنى عن واحد من اثنين، او ما هم الاثنين يا كريم بيعملوا نفس الدور. انت عندك ديانج دايما زايد والسوليه دايما زايد، مفروض واحد فيهم حتى يبقى انا ممكن اقول لهم يا احمد واحد يقف،
لا بغير ان انا اقول لهم واحد يقف، انا اقول الضغط يبقى صح. صح. يعني هو ليه المريخ بان ان هو افضل في اوقات في المباراه بيلعب بكره كويسه؟ لانه زي ما انتم زي ما هو واضح كده، معلش هنا مش احسن حاجه والمساحات، ان المساحه دايما وعلى فكره رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم واقفين 10 على 10 واتظلموا لان هي اللقطه في الاخر. الله ينور عليك، واقفين 10 ما يقدرش. يعني لو رامي خد الخطوتين دول لقدام بقى محمد عبد المنعم مع مهاجم المريخ واحد على واحد. صح. لو وقع، لو اتخبط، لو عمل وبتاع، راح جاب جول خلاص. فانا لازم انا كرامي ومحمد ان انا اخد اللعيب الاصفر بيني وبينهم زي ما هو واقف كده. صح. يعني اللعبه دي 10، لكن انا ما ينفعش كعمرو السوليه وكديانج وقفشه ان احنا اسيب اثنين، ده اثنين مش واحد، اثنين اثنين في المساحه اللي هي الزون 14 اللي لازم واحد فيه. كان يرجع خطوتين ورا. هو ده اللي انا ذاكره النادي الاهلي ان الضغط من الاول خطأ. غلط. صح. نكمل بقيه الصوره برده نفس اللعبه، هنلاقي برده ايه هنا طبعا علي معلول بيحاول ان هو يتقدم عشان ايه، بيرحل عشان يغطي الاثنين اهو، وهنا المفروض عبد المنعم كان يغطي برضو ورا معلول، نفس الفكره برضو اثنين زي ما كابتن اسلام قال في المساحه اللي هي الزون 14 واقفين فاضيين خالص. كمل الصوره اللي بعدها. يعني انا متخيل قبل، بس ارجع الصوره اللي فاتت، الصوره اللي فاتت انا شايف ان الاربعه المدافعين واقفين 10 على 10. صح. علي بس علي ياخد خطوتين لجوه. لجوه بس يخش لجوه. هو بص وشه فين؟ هو وشه كده، فهو شايف ان الكره لو اتلعبت هنا هيبقى هو اقرب وهو الاسرع. صح. فبالتالي الاربعه اللي واقفين ورا واقفين 10 على 10. صح. نكمل برضو نفس الفكره، هنا برضو انت في المساحه في الزون 14 بيضربوك، هنا عبد المنعم بيحاول يتقدم عشان يعمل عمليه الضغط اهو، معلول الضرب ضغط حاول يعمل عمليه الترحيل، عبد المنعم بيرحل في ظهره. لا بس دي اول خطا من معلول، اول خطا من معلول ان هو لما غطى ما ينفعش. صح. معلش غطى وعبد المنعم برضو بيحاول يلحقه فتلعبت في ظهره، ربيعه برضو اتاخر في التغطيه. يعني هي خطا جماعي مركب جاي بسبب ايه؟ بسبب الضغط من الاول اصلا وبسبب المساحه اللي في الله ينور عليك، بسبب الضغط من الاول. الضغط من الاول. عايزين نقف عند الصوره دي، وهنا دي نقطه اعتقد رامي محتاج يشوف طبعا لقطه فيديو، مش محتاج يشوف الصوره الاستيل، لا يشوف الفيديو، لان هو عمل تصرف وجهه نظري تسبب في ان المهاجم بتاع المريخ خد الكره وهو مرتاح، وهي ان رامي هنا كان في الفيديو لما شفت الكره كتير خد قرارين، ان هو يخش معاه او يرجع، خد في الاخر خد الخطوه بتاعته انه يرجع ويبعد عنه وفتح المساحه ما بينه، ودي النقطه اللي محمد عبد المنعم شاور له عليها. كان لازم انت تقرب من تكمل معاه. لو كان رامي كمل خلاص هو ضرب الاوفسايد، كان هيمنع ان محمد الشناوي لما هيشوفه رايح معاه كان هيقف. بالظبط يا كابتن، ما كانش هيحتاج ان هو خلي بالك، احنا عمالين نقول رامي، عمالين نقول نص الملعب، ولكن من وجهه نظري ان الكوره من محمد شريف بس عشان ندخل ال11 خطا جماعي وليس حتى الشناوي كمان طلع بدري. يعني لا انا مش شايف الشناوي بصراحه عنده خطا. الشناوي في وجهه نظري طبيعي، الشناوي هنا طالع بدري قوي. هتديك يا سابق، ما خايبك يا سابق، برضه نقطه مهمه، الحارس اللاعب ده وكابتن اسلام برضه ياكد على الكلام ده، اللاعب بياخد القرار في جزء من السبب. بس خلي بالك انا هنا الشناوي هو عشان شايف ان هو كان يقدر يمسكها لا وكمان هو يقدر يقفل على هو حاس من الشكل بتاعها ان هي انفراد، وانا ممكن امنع الكوره بان انا امنعها بجسمي لما النهارده. لكن بصراحه لاعب المريخ كان ذكي ان هو ما شاطش. صح. هو ذكي جدا، هو لعب بالعرض والتاني قطع. فنفس الفكره، تعالى برضو نشوف الهدف الثاني ومشكله ايه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي برضو مشكله الضغط من الاول يا كابتن اسلام. نعم بالظبط، هي دي النقطه بتاعك. بص هنا حسين الشحات متاخر جدا في الضغط، وهنا حمدي فتحي كان نزل هنا. حمدي فتحي هنا لا لسه ما كانش نزل، حمدي فتحي نزل بعد ما بقت 3-2. هنا الشحات متاخر في الضغط اهو، برضه المفروض كان يضغط على الباك يرجع يعني مع محمد. انا بص عشان برضه الاسماء، انا انا كان يهمني طبعا، هو واضح ان هو الشحات، لكن انا اقصد ان هو في الاخر اي حد في الوينج رايت هنا او الهاف اليمين هو اللي ما راحش ضغط، وبالتالي ده اثر على كذا وعلى كذا. المفروض الضغط نفس الخطا في الجون الاول. احنا عندنا مشكله في الضغط من الاول، بتعمل مساحات ما بين الناس، وفي حاله من عدم التركيز، في حاله توهان للعيب غريبه بصراحه، يعني عدم التركيز شويه. يعني بص كمل اللعبه اللي بعدها، بص اللعبه دي، بص كلهم بيبصوا فين. لا هنا نستوب بقى، ولازم ثانيه واحده. بص يا كريم، ال11 لعيب، ال11 لعيب بيبصوا فين يا كريم؟ صح، بيبصوا على الكوره وسايبين المان بتاعه، سايبين الراجل اللي بيقطع ده. ثابت خباك برضه من حال المنصوره طبعا. لو جبت الفيديو هتلاقي ان ديانج فتح السبريت بي ديانج من المسافه دي، من الحته هنا اهو، مكان هنا اهو، وبشوفوا الفيديو ده يا جماعه على اليوتيوب، هتلاقوا ان ديانج في هنا اهو بدا لا يقلل سرعته، خلى لاعب المريخ يسبقه
بخطوتين. بس هو مش ديانج بس يا كريم، بس انت شوف المساحه ما بين ربيع، شوف المساحه ما بين ربيع وعبد المنعم قد ايه. طب ده بسبب ايه؟ ده لا مش قصدي بسبب غياب الضغط من الاول، ان اللعيبه ضغطت فعمالين يرحلوا. بس ده كان بتاع ديانج ماشي، المان ده بتاع ديانج، وديانج راجع معاه، بس برضه مش ديانج السبب، بس السبب الفرقه كلها في الضغط، وان هو كل واحد عمال يرحل. ربيعه هنا يعني دي مساحه ما بين اتنين مساكين، طبعا ما ينفعش المساحه بالشكل ده. انا مش مختلف معاك، انا بس بتكلم في حته ايه، انا راجع مع واحد كتف بكتف وماشيين بنفس السرعه، جيت انا في لحظه قللت سرعتي. شوف الفيديو هتلاقي ان لاعب المريخ اول ما بص لزميله في اولاب هيعمل الكروس راح فاتح سبرنت، وديانج لسه راح ديانج كان بس الحته دي. راح ديانج عامل ايه بقى؟ ديانج فكر للحظه، كابتن اسلام ان هو ما عرفش الصوره دي معانا ولا لا، لو في صوره ثانيه ممكن توضح. طيب. ديانج فكر في ثانيه ان هو يمد رجله، بس خاف من ايه؟ انه يعمل استريتش ويتصاب، راح مرجعها. صح، وده خلى لاعب المريخ ياخد الكوره وينفرد. بس الجونين جايين من العمق، نفس المشكله. مشكله طبعا. الضغط، مشكله المساحات اللي ما بين الخطوط، التنظيم بتاعنا مش احسن حاجه. ده اللي احنا لازم نشتغل عليه في الفتره الجايه. انا برضو هنا معلش شيل رقم 17 متر دي، معلش شيلها كده، شيل رقم 17 كده، لو تقدر تشيلها، لان ده مهمه جدا بالنسبه لي، لانه انا برضو يعني عندي مشكله في المكان. يعني انا برضو الكره دي المسافه بعيده جدا، لازم انا كستوبر يعني انا كستوبر لازم اخد الخطوتين دول لجوه هنا دلوقتي هنا. وخلي بال حضرتك علي معلول راجع متاخر، وعلي راجع علي معلول في لعيب يا كابتن، بس هو انت مش شايفه من هنا. هو بسبب ايه برضو؟ معلول راجع متاخر، فعبد المنعم مرحل عشان يغطي معلول، فده اللي طيب عمل الجاب. دي الحالات الدفاعيه هي واضحه، وهي من الواضح ان خلي بالك انا برضو كباك برضو عشان تبقوا فاهمين، لما باجي العب وانا على ارضي وعايز اكسب فبتبقى طاير دايما، فببقى يعني ببقى اقرب للناحيه الهجوميه بكتير من الناحيه الدفاعيه. صح. بتبقى عيني على الناحيه الدفاعيه وبتاع، فما بالك بواحد زي علي معلول اساسه ان هو بيطلع يهاجم، فبالتالي في مثل هذه المباريات هتلاقيه دايما بيسيب جزء. فانا كان لازم انا كراجل ديفندر او يعني عمرو او السوليه، عمرو السوليه او ديانج او حتى حمدي فتحي لما نزل، لازم ابقى عامل حسابي برضه. صح. انا كلاعب بقى ازاي انا بفكر في الملعب، ان كان شوقي مثلا عارف ان جيلبرتو بيهاجم كتير، فكان شوقي يروح يقف ورا جيلبرتو خطوتين ثلاثه او ناحيه الشمال خطوتين ثلاثه، فاهم؟ فده كان ممكن جدا يحصل في الماتش. فانا برضو الحاجات دي بتحصل طبيعي، الحاجات جداً. دي برضو البطوله دي يا كابتن اسلام بتتاخد على مراحل، يعني انت طبيعي ان السنه اللي فاتت على فكره اول ثلاث ماتشات جبنا اربع نقط بالظبط، نفس الفكره. انت كسبت الاول المريخ 3-0، بعد كده خسرت من سيمبا هناك 1-0، بعد كده رحت متعادل مع فيت على ملعبك 2-2، فعملت اربع نقط. يعني الموضوع هي مرحله المجموعات كده، انت في مرحله هي البطوله توصل. دي اهم حاجه توصل، حتى لو صعدت تاني مش مهم، لكن وطبيعي ان هيحصل. مش مهم ايه ده، كل جمهور الاهلي بيتمنى ان احنا نصعد تاني. مش مهم ايه ده، كل الناس في الاستفتاء النهارده على الهاشتاج الناس كلها كاتبه نصعد تاني ب 11 نقطه عشان احنا في البطولتين. لا مش هينفع نصعد تاني ب 11 نقطه. لا ينفع 11 ينفع نكسب المريخ ان شاء الله باذن الله الاحد، يعني طبعا نكسب المريخ والهلال ونتعادل مع صن داونز في جلوبر. عايزين بقى نتكلم في ايجابي شويه. بقى انا اوريك في محمد شريف الاسبرنت، انا حاسب له الاسبرنت اللي قطعه في الجون الثاني. بص هنا الجون هنا بقى شكلك كان حلو في الشوط الاول، اول ما بدات الضغط بتاعك كان ممتاز. بص شريف بادئ اللعب، هو اللي بادئ الهدف الثاني يا جماعه. بص منين شريف كان هنا اهو. طيب. تمام، بدا اللعبه صلحها لايه؟ لمعلول. معلول لعبها لعبد القادر، عبد القادر قدم واحده من افضل المباريات. مش عارف هو خرج ليه بصراحه، عبد القادر في الواحد على واحد لعيب كبير جدا. بص عدى، بص شريف ايه زي ما قلنا هو اللي بداها. عبد القادر في الواحد على واحد بيعدي من المدافع بيديك الحل الفردي، شريف فين؟ هنا. نعم. بص عبد القادر بيلعبها له وشريف بيسجل، عمل واحده. بص بقى جرى قد ايه؟ 46 متر في 90 ثانيه المسافه. 9 ثواني. تمام، 46 متر في 9 ثواني. فاحنا حاسبين المسافه دي، فبصراحه محمد شريف قدم ممتاز، مباراة هايلة جدا، ومن فاركو من مباراة فاركو عودته فاركو ومكسب الحاسة التهديفية بشماله كمان حاجة بصراحة. من أكتر الناس اللي استفادوا من 4-2-3-1 محمد شريف. ليه؟ صح. لأن قفشة بيبقى تحته فبيديله وأحمد عبد القادر كمان. وأحمد عبد القادر طبعا بصراحة. واللي عايز أضيفه بس بسرعة عشان أعرف يعني ممكن نكمل في الوقت، قفشة كابتن إسلام ربما يكون في بعض الأحيان بعض القرارات الخطأ، ولكن لازم الناس تعرف ان في بعض الاحيان في نوعيه من اللعيبه المدير الفني لازم يبكي عليهم. ليه؟ بيديك لمحه ما حدش يديها لك غيره، زي بالظبط السرو باس اللي عمله قفشه لعمرو السوليه في الهدف الثالث.
قفشه ربما كان في بعض المشاكل في التمريرات، في قرارات تسديد، يعني كان في مثلا كوره هو بيسدد كان يفضل ان انت تمررها، اوكي ده بيحصل، ولازم الناس تبطل ان احنا نعاقب اللعيبه بلاي باي بلاي، ده امر صعب جدا. صعب قوي يا جماعه، صعب جدا. قفشه رجع لمستواه لما لعب في ال 4 2 3 1 بصراحه، طبعا وكله هيرجع اخر ماتشين ثابت. انت ممكن خلي بالك يا احمد، هي القصه في ايه؟ ان طبيعي جدا ان انت تشوف لاعب، انا لسه كنت حتى بتكلم في ده في مقدمه النهارده، ان اللاعب النجم، الفرق ما بين النجم واي حد تاني ان النجم بيبقى وقت طويل قوي مستواه بيوصل لاعلى مستوى وبيفضل فيه كتير، لكن لما بينزل بينزل وبيطلع تاني. صح صح صح، هو ده الفرق. لكن هو هينزل هينزل هينزل، ولازم مش حد ما بينزلش. كابتن اسلام، مساحه الصبر ليه تبقى كبيره اكبر، يعني ما ينفعش النهارده اقف له على دماغه، لا انت ما عملتش، لا انت سويت، لا لا لا، لان فعلا هنقول له اخطاء وزي ما حصل. أيوة زي ما حصل لحضراتكم، لكن برضه هيديك واحده. يعني بصراحه السرو باس اللي عمله قفشه لعمرو السوليه ده مش طبيعي، زي ما كنا بنتكلم على السرو باس بتاع حسين الشحات. هو السرو باس، بص السوليه بدا اللعبه، بص مستلم الكره بظهره، ومستلم السوليه بدا اللعبه بيبظيها لقفشه، قفشه بيضرب الخطوط كلها بتمريره واحده للسوليه. طبعا بيكمل، ميزه السوليه بقى في ان هو طبعا بيكمل دايما جوه منطقه الجزاء. بص كمل اللعبه، بص تمريره قفشه اللي انت ممكن صراحة. مش ممكن ضارب بيها ثلاثه، ضرب ثلاث لعيبه بلعيب بكره واحده، مش ممكن. وكره واحده يعني وداها على المرمى، وتحرك السوليه برده يحسب طبعًا له طبعًا. ان هو خلي بالك، هي لو ما دخلتش جون كانت هتعدي لشريف. كانت هتعدي صح، ما هتبان في اللعبه في الصوره اللي بعدها يا كابتن اسلام. بص يلا كمل كمل الصوره اللي بعدها، هتلاقي ان هو لو فعلا اهي، بص محمد شريف كان واقف، يعني لو ما كانتش خبطت في المدافع انا كان نفسي تروح لشريف صراحه عشان يجيب هاتريك بصراحه. تعالى برضو نشوف الهدف الاول بتاع النادي الاهلي، برضو واحد من بيرسي تاو. بيرسي تاو بقى بيرسي تاو عملها حلو، بس مين اللي بادئ الجون برضو؟ خلي بالك، ما هو بيرسي تاو عشان قطع الكوره، بيرسي تاو الشوط الاول او لغايه الدقيقه 40 تحديدا وجهه نظري انا، يعني كان ليه؟ لانه خلاص بدنيا واقف على رجله، اول ما ابتدت الدنيا بدا يقل بصراحه، لسه مش جاهز 100%. لسه طبعا، يعني واضح ان هو من لمسته للكوره، بص التمريره دي بيضرب المدافعين، التمريره دي جميله، جميلة جدا، جميله بصراحه. يعني ومحمد شريف برضو احسن واحد بيتحرك بين الخطوط ودايما، ورغم ان الكوره دي خلي بالك جات له ورا ظهره، بس مسته بيتحرك في ظهر المدافعين. احسن مهاجم في مصر بيتحرك في ظهر المدافعين طبعًا. محمد شريف للامانه بالظبط بيتحرك بشكل كويس جدا. بيرسي تاو لعبها له، شريف برضو سجلها بشماله، فمكسب كبير سواء برضو بيرسي تاو، لان احنا محتاجينه في مباراه بيراميدز. قبل ما اخد